الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ودعمنا بلايك. من هاي أيقونة البرنامج، وهذا البرنامج مهكر طبعاً، أيقونات عديدة أشكالها عديدة طبعاً حسب الشخص اللي هكره. فموجود هذا مثل هذا النوع كي ماستر، تقدر تنزله من الجوجل بلاي، يكون رسمي يكون بالعلامة المائية. هذا الاختلاف إنه العلامة مال المشاريع اللي اشتغلتها أنت بالشكل هذا، بدي تضغط على هذا العلامة الزائد. عندنا ثلاث أنواع من قياسات الشاشة: 16 و9 9 16 1 في 1. هاي القياسات الشاشات الثلاث تستخدم، اول وحدة 16 و9 لليوتيوب، ثاني وحدة 9 و16 للقصص الانستغرام وغيرها، وثالث وحدة 1 في 1 تستخدم للفيسبوك. نضغط على اول وحدة 16 و9، راح تطلع عندنا واجهة البرنامج بهذا الشكل. هذه الشاشة السوداء هي شاشة العرض، يعني أي شيء تسوي راح يظهر هنا. هذا اللي جوا يسمى تايم لاين. للتغيير بينات ممكن أنه مرات التايم لاين يصير كل الشبير، فتقدر تخفي شاشة العرض هاي السوداء بالضغط على هاي الخطوط الثلاثة، راح يطلع عندنا أو يظهر عندنا التايم لاين بهذا الشكل. ترجع مرة ثانية ترجع العرض الأصلي يكون بهذا الشكل. هذا المفتاح يرجعك إلى بداية المشروع مالتك. هذا البرغي، هذا نضغط عليه يطلع عندنا بعض الإعدادات للصوت والصورة وللفيديو، الصوت والفيديو والتحرير بهذا الشكل. احنا دائما نستخدم بالنسبة للتحرير هنا نستخدم ملء الشاشة. هذه قياسات نجعلها أثناء العمل مالتنا. نرجع، هذا الأندو، هذا السهم اللي يراجع، ممكن تتراجع عن اي شغلة تسويها. عندنا هنايا على اليمين اللي فوق هذا اللي بيسهم خروج من البرنامج. الخروج من البرنامج اي شغل تشتغله راح يحفظ اوتوماتيكيا، يعني تقدر تخرج انت تشتغل وتخرج من عنده وترجع مرة ثانية تلقاه محفوظ. هذا هنا اللي جوا هذا المتجر، تضغط عليه راح يطلع لك، اذا عندك انترنت راح يطلع لك اكو موجودات بالانترنت ان شاء الله راح نجي عليه، لان لحد الان احنا ما مشتغلين. من هنا هذا المفتاح هو مفتاح التشغيل، هذا مكتوب عليه الصوت، تقدر تسجل على الفيديو اللي انت تسوي له مونتاج الصوت مالتك. هنا موجود هاي العلامه مكتوب صوتي، ادراج صوت من داخل الموبايل على فيديو معين. طبقه هاي جدا مهمه، والإعلام هو إدراج فيديو أو صور من داخل الموبايل.